شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر الرافضة لتهجير أهالي قطاع غزة، والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة لدعم الفلسطينيين. كما تطالب الحملة الرسمية الوقوف الفوري للاعتداء على المدنيين في غزة في هذا الصراع مع إدانة الجرائم الإسرائيلية في القطاع، ولدعم تفويض القيادة السياسية في إدارتها للأحداث الجارية وتضامنا مع الأشقاء في فلسطين. جاء ذلك بمشاركة كل أطياف الشعب المصري صفا واحدا لدعم وتأييد القيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن والسلام بالمنطقة وحفاظا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.